قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: يقول راج عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. باب مخارج الحروف. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر: للجوف آلف وأختها واهي، حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافاته إذ واليا، لضراس من أيسار أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفيه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصافير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا، من طرفيهما ومن بطن الشافة، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة، للشافتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. باب صفات الحروف. صفاتها جهر ورخو مستفل، منفاتح مصماتات والضد قل، مهموسها فحثه شخص ساكت، شديدها لفظ أجد قاط بكت، وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قض حاصر، وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صفيرها صاد وزاي سين، قلقالات قطب جاد واللين، واو وياء سكينا وانفتحا، قبلاهما وال انحراف صحيحا، في اللام والرا بتكرير جعل، وللتفش الشين ضاد لاستطل. باب التجويد. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا واصلا، وهو أيضا حليات التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله، مكملا من غير ما تكلف، باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. باب في ذكر بعض التنبيهات. فرققا مستافلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الآلفي،
وهمز الحمد أعود إهدنا الله ثم لام لله لنا والياء تلطف وعلى الله ولض والميم من مخمصات ومن مرض وباء برق باطل بهم بذي واحرص على الشدات والجهر الذي فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات نجتثت وحج الفجر وبينا مقلقلا إنسا كانا وإن يكن في الوقف كان أبينا وحاء حصحاص أحط الحق وسينا مستقيم يسطو يسقو باب الراءات ورقيق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ساكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخفي تكريرا إذا تشدد باب اللامات وأحكام متفرقة وفخي من لام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحط مع باسطت والخلف بنخلقكم وقع واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا وخليص في تاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصا وراعي شدة بكاف وابتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وآب في يومي مع قالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوبا فالتقم باب الضاد والضاء والضاد باستطالات ومخرجي ميز من الضاء وكلها تجي في الضعن ظل الظهر عظم الحفظ أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ ظاهر لا ضاش واض كظم ظلاما أغلظ ظلاما ظفر انتظر ظما أظفر ظنا كيف جا وعظ سوى عيضينا ظل النحل زخروف سوى وظلت ظلتم وبروم ظلوا كالحجر ظلت شعارانا ظلوا يظللنا محظورا مع المحتضر وكنت فظا وجميع الناظر إلا بي ويل هل وأولى ناظرة والغيظ للرعد وهود قاصرة والحظ للحظ على الطعام وفي ظنين الخلاف سامي وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يا عض الظالم واضطر مع وعظت مع أفضتم وصفيها جباههم عليهم باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنات اللدى باء على المختار من أهل الآداء وأظهرنها عند باقي الأحروف واحذر لا دواو وفاء تختفي باب أحكام النون الساكنة والتنوين وحكم تنوين ونون يلفى إظهار ندغام وقلب إخفاء فعند حرف الحلق أظهر والداغم في اللام والرلا بغنات اللازم
وأدغي من بغنة في يومين إلا بكلمات كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنات كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذا. باب المد. والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثابتا فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكين حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عارض السكون وقفا مسجلا. باب معرفة الوقف والابتداء. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذا ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير ما له سبب. باب المقطوع والموصول. واعرف لي مقطوع وموصول واتى في المصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع من جاء ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هدلا يشركنا تشرك يدخلا تعلو على ألا يقولوا لا أقول إما بالرعد والمفتوح صل وعما نوه قطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسسا فصيلات النساء وذبح حيثما وألام المفتوح كسر إنما لنعاما والمفتوح يدعونا معا وخلف لنفال ونحل وقعا وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي أفضت مشتاهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كيلا تنزيل شعارا وغيرها صيلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعار الأحزاب والنساء صف وصل فإن لم هدى ألا نجعلا نجمعا كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حراج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لي هذا والذين هؤلاء تاحين في الإمام صل ووهلا ووزنوهم وكالوهم صلي كذا من الوايا وهلا تفصلي. باب التاءات. ورحمة الزخرف بالتاء زبرة لعرافر من هدى كاف البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهم معا أخيرات عقود الثاني هم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا ولنفال وأخرى غافري
قرة عين جنات في واقعة فطرت باقية وبنات وكلمة أوسى طال عرافي وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. باب همز الوصل. وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي لاسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنات امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين. باب الوقف على أواخر الكلم. وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم. وقد تقضى نظمي المقدمة من نيل قارئ القرآن تقديمة أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالراشد. والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله.